بات تبادل الاتهامات بخرق الهدن بين الجيش وقوات الدعم السريع هي السمة المميزة للاحتراب الدائر في السودان، حتى بعد موافقة الطرفين على هدنة لسبعة أيام مع دخول الحرب أسبوعها الثالث. فبعد أن التقط السودانيون أنفاسهم وساد الهدوء في أغلب أجزاء العاصمة الخرطوم بعد يوم طويل من المعارك العنيفة بين وحدات الجيش وقوات الدعم السريع رغم الهدنة، استيقظ الأهالي على طلعات لسلاح الجو السوداني استهدف فيها مواقع للدعم السريع. تبدو الأزمة في السودان معقدة وعميقة في ظاهرها، لكنها في الوقت نفسه بسيطة وواضحة، إلا أن الفاعلين واللاعبين من وراء الستار قصدوا إثارة غبار كثيف حول أسبابها ومآلاتها لكي يخفون نواياهم الحقيقية في ظل تراخ غير مبرر من المجتمع الدولي لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد وقد يكون لها آثارها بعيدة المدى على شعب يعاني ثلثاه من الفقر. ومع استمرار المعارك في عدد من المناطق وإعلان الجيش عن وضع خطط كفيلة لدحر من وصفهم المتمردين، يبدو التفاوض بالنسبة لقيادات الجيش شبه مستبعد. مع ذلك فإن التحركات السياسية على الأرض تشي بخلاف ذلك، لا سيما مع الزيارة الأخيرة لدفع الله الحاج مبعوث البرهان إلى القاهرة، حيث التقى وزير خارجية النظام المصري والأمين العام للجامعة العربية، ما يعني أن البرهان يسعى لإنهاء الأزمة في ظل حرب الشوارع التي لا يتقنها رجاله. الجامعة العربية من ناحيتها دعت للوقف الفوري لجميع الأعمال القتالية الدائرة في السودان دون قيد أو شرط، سعيا نحو عدم تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوداني، رافضة في الوقت نفسه أي تدخل أجنبي، ناسية أو متناسية أن ما يحدث في السودان هي حرب وكالة اختار فيها الموكلون الذهب واليورانيوم في البلاد ولو كان الثمن أمن وحياة السودانيين.